للسيد سلطان الناصر بن شافي القحطاني الغربية على المركز الثاني، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والخطورة مع غزلان أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. وصل الدرمكي، الدرمكي مع هنا مع انطلاقة غزلان مع وصول غزلان، ولكن المقدمة ما زالت مع زعفرانة، زعفرانة هو غزلان، غزلان وزعفرانة، الغربية في المركز الثالث، غزلان زعفرانة، غزلان 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 لأحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. بيحتفل أم الأسد سوف يقبض على عريني هذا الشوط؟ المحتفل على المركز الأول، الصدارة الأولى هلال بسالم بن طراف المنصوري اللي بدل وغير مقدمة هذا الشوط واحتل الصدارة الأولى. الانطلاق الأول ما شاء الله ال 400 متر الأخيرة، وهل يبقى هذا الشوط احتفاليا مع محتفل لم يكون للأسد نصيب في هذه التحديات؟ حربي بن حمد بن هيان العامري وصل في المركز الثالث، جلمود الرصاص بن سالم الرصاص العامري في المركز الثالث، والمركز الرابع يعود الشاهد غانم منصور السيف الخيارين. وبنوصل النهاية هنا مع هذه الانطلاقة مع هذه التحديات. الله 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 الله، وصل 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 هنا محتفل، يحتفل محتفل. أسعد الله صباحكم يا دولة الإمارات وند الشباب بالذات في هذا اللحظة يا الجميلة. 600 متر يا حمد بن محمد بن جويل يا متابع ميزة تفصلها عن ناموس الشوط مع شعار السندباد القطري صالح بن حمد القمرة. أيها الأعزاء، يبدو بأن الأمور في صالح ميزة. الشوط حتى هذه اللحظات شوط ميزة، ميزة هي الأقرب للفوز. إذن أيها المتابعون، إذن يبدو واضح بأن هذا الشعار يتألق، ولكن الخوف بان، الخوف من الشايبة بان، الخوف والخطورة، ولكن لا خطورة على ميزة، ما في عليها خطورة. 200 متر تنتزع سيارة الشوط، الشوط شوط ميزة. تهانينا لصالح بن حمد القمرة ولسعود بن صالح القمرة ولحمد بن محمد بن جهويل من قادها لهذا الفوز العريض في هذه النقطة القالية في مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا يا سعود، تهانينا على فوز ميزة وعلى انتزاع أهالي من خير في هذه اللحظات. واحتل المركز الأول شهير للسيد محمد بن حسين بن محمد الغجيري يقير أيها الإخوة ويحتل المركز الأول. الله، بينما هنا التغيير مشاهدين الكرام من بن حلفان الدولي مشاهدين الكرام، الدولي يا سلام. الله عليك، الله على الدولي. نهني ميدان الشحانية ونهني مشجعين الشحانية وكذلك شعار بن حلفان مشاهدين الكرام يفرض السيطرة التامة على هذا الشوط مع الدولي ومع شعار بن حلفان. نهني بن حلفان على فوز الدولي وعلى هذا الفوز المميز. نهني علي بن سعيد بن حلفان المري المركز الثاني. و 600 متر الاخيره النهائيه هنا غيرت منصوره، سالم بسيب الكليب الاكتبي غير الامور الى مقدمه الشوط، الى مقدمه الشوط. ما شاء الله تبارك الله، وصل المتحدي، وصل مع راهيه سالم بسعيد بن منان السويدي، وهنا ديما عبيد بن محمد سالمين المنصوري ينطلق مع ديما على ثالث المراكز. هنا راهيه هنا منصوره، هنا راهيه ومنصوره وديما، ديما قادمه، ولكن هناك المتحدي على صدارة الشوط على المركز الأول. 200 متر الأخيرة النهاية، السلام إلى دانة الدنيا دبي وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى منطقة زعبيل وين ما يسكن سالم بسعيد بن منانة السويدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز ولحظات وصول راهية بالمركز الأول، ولكن المركز الثاني تصل ديما العبيد بن محمد سالمين الشوط، ولكن شايم يقترب، شايم يتحرك، شايم ينطلق، شايم يا بو يا شايم، شايم يتسلل، شايم ينتزعها في الوقت الحساس، في الوقت الحساس شايم أيها الأعزاء ينتزع ناموس الشوط لصالح بن محمد العاض، وله العديد من النقاط وله أيضا عديد من الانتصارات. شعار العاض أيضا أبدع في هذا الموسم ويختتمها في سباق سيدي سمو أمير البلاد المفدى، يختتم هذا المشوار الحافل بالإنجازات والبطولات. تهانينا لصالح
بن محمد العاض على هذا الفوز المستحق. تهانينا على فوز شايم، تهانينا على انتزاع شايم لسيارة هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك شايم صالح بن محمد العاض المري على هذا الفوز. ولكن جبارة بن سليب، جبارة بن سليب، حمد بن سليب الاجتبي هو من يحتل المركز الثالث، بينما الرماسة، الرماسة، رمسة الرماسة، وارمس يا رامس وخلاص، هناك مظفر عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. ولكن الدوحة، الدوحة على أرضية الشحانية خطفت المركز الأول، خطفت الصدارة مع بن كليب، مع بن كليب. يا سلام، الله 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 الله. هنا مشاهدينا الأعزاء بن كليب خطف صدارة الشوط، خطف مع الدوحة المركز الأول. الله، نقول انذار شديد اللهجة من الدوحة في اللحظات الأخيرة، خطفت الصدارة، خطفت الله، خطفت السلامات لأهالي المدام. هناك مشاهدينا الأعزاء في إمارة الشارقة، هذه مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لسالم السيف بن علي بن كليب على الفوز وعلى الناموس وعلى اللحظات. يحمل السلامة إلى إبناء الإمارات، يحمل السلام ويعبر بالسيارة، يعبر بالسيارة إلى الغربية، يعبر إلى الإمارات، يعبر بتواجد الحارثي على المقدمة مع الغربية. سلام صاحب السيارة بالوثبة، صاحب هذا التواجد مع الغربية. سلام ختام الوثبة حمل هذا الشعار، السلام أيضا للحارثي. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك الغربي عبيد بن مبارك بالحول الحارثي على هذا الفوز المتميز في ختام الشحانية. تهانينا والناموس، تهانينا لمالك الغربي عبيد بن مبارك بالحول الحارثي على فوز الغربي بالمركز الأول. وهذه لحظات الغربي ووصول الغربي إلى خط النهاية الذي أعلن التواجد منذ الانطلاقة ليختتم هذا الشوط بهذا الشعار. سعيد بن محمد الكريني، لكن خلوني يذهب مع الدرمكي، مع صاحب الأشواط الأولى، مع صاحب الشوط الأول، على ظهر من يلحبسي، على أي اسم، على غزلان. في الفترة الصباحية في هذا اليوم أول الأشواط ذهبت مع غزلان، ويجدد لنا شعاره بتواجد هذا الاسم، بتواجد براقة. الكليلي عنده رأي آخر، الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي. يلا يلا يا الدرمكي، روح يا الدرمكي. وصل الكليلي في اللحظات الأخيرة صاحب المجوهرات بالشرق الأوسط. يا سلام اللحظة القاتلة، اللحظة القاتلة. سلام سلام عيناوي، سلام سلام إلى العين. مشكور يا عبدون بن سعيد على هذا حمد بن سعيد بن مهيرة يتواجد في هذه الانطلاقة. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، مزاع على الصدارة، مزاع على المركز الأول، جولة الأوامر. وصل مياس، وصل مياس بن قطام، يغير غير الأمور مع مياس. انطلق مياس هناك، مياس مياس سعيد بن محمد بن قطام العامري المركز الثاني، شعار بن مهيرة القاضي حمد بن سعيد بن مهيرة، والمركز الثالث أنا القادم هناك الصيفي، الصيفي سهيل بن رملي بن محمد العامري ينطلق مع سيفي. ولكن مياس، مياس 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 على الصدارة، على المركز الأول، على الصدارة، على المسار الأول. السيارة وين؟ مع مياس. إذا التهاني، التهاني والناموس والسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى منطقة الحير. هناك وين ما يسكن أيضا مالك مياس السيد سعيد بن محمد بن قطامي العامري ثانيا. هنا يصل القاضي حمد بن سعيد. الله الله، ما تعرف الغشمرة، تعرف المركز الأول، تحب المركز الأول، تعشق المركز الأول، تسير إلى الصدارة. هنا غشمرة محمد بن حسن بن ثيمة العامري، الأربعمائة متر الأخيرة وهو مسيطر في زوبعة الشوط، في فنجان الناموس، في قمة الشوط، في كاس الناموس. والتحدي يا سلام، المركز الثاني بدأت غزوة تقترب، غزوة بدأت تغزو المراكز، غزوة أحمد بن محمد بن العوضي المنهالي بدأت تقلص الفارق. ولكن السيطرة
غشمروه من غشمره، يا سلام، الله الله الله، غشمروه وغزوه، غزوه غزوه غزوه، واللحظات الاخيره غزوه مشاهدينا الاعزاء، غيرت الامور لصالح بن العوضي، احمد بن محمد بن العوضي المنهالي في اللحظات الاخيره خطفت المركز الاول. مشكور يا ابو الوحوش، مشكور يا ابو الوحوش، انك وحش يا ابو الوحوش، تهانينا لبن العوضي. المركز الثاني اخيره اخيره، ولكن رياض هناك، رياض اوه بالطير بالطير، ما عديناه في الخمس المراكز، ما دعناه في كل ندانا، ولكن هناك مياس، مياس دخل في هذه اللحظات الى ثالث المراكز، وانطلق انطلاقه جميله مشاهدينا متابعينا الكرام. وحمد بن عبد الله بالطير العامري اعلن رايه التهديد، اعلن رايه التهديد يا الفهيدان، يا سلام سلام لدولة الامارات هناك، لدولة الامارات، يا سلام يا سلام في هذا الصباح الجميل، السلام، اشكركم يا هالي، الهيار 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 الهيار، يا سلام، تهانينا محمد بن عبد الله بالطير العامري، لحظات الوصول، لحظات الفوز، يا سلام مياس، محمد بن عبد الله بالطير العامري، اسعد الله صباحك، المركز الثاني يا سلام، الله، ولكن هنا، هنا التحدي، هنا الإثارة بين مزنة وبين حبوبة، مزنة وحبوبة يا سلام الله، مزنة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، مزنة لسيد فهد بن سيف آل سعيد الخيارين، وهنا حبوبة للسيد سعيد بن زايد بن سعيد بن زايد المزروعي، ووصل الدعم، الدعم المباشر من شقرة فهد بن سيف آل سعيد الخيارين، أيضا هنا زج في هذه اللحظات بشقرة لمساندة مزنة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، سلام شحاني جميل في هذه الانطلاقة مع أيضا أبو سيف فهد بن سيف آل سعيد الخيارين، لك التهنية على هذا الأداء الجميل والفوز مع أيضا مزنة، وأيضا هنا لحظة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، المركز الثاني لسيد حمد بن عبد الله.